واحدة من الابليكيشنز حقيقة اللي تيجي بريلودد على النوت تول اللي هي رهيبة رهيبة رهيبة، البيبر ارتست. لو شايفينها كده بالنص، حنفتح الابليكيشن خليها تعمل لودينج. شوف يا شباب، طبعا انت في الاول لما تطلع فوق كده يعني هذه السيمبلز حقيقة تقول طب انا كيف حعرف استخدم البرنامج هذا، معقد ومن يعرف هذه ايش. لا لا، ما تنسى حبيبي انه الاسبن بالفيتشر تبع الاير فيو حيساعدك في كل جزئية. مجرد ما تحط القلم فوق الشاشة بدون ما تضغط حيقولك اه هذه شير، هذه سيف، هذه فريم، هذه ايريسر، هذه بنسل، هذه برش، هذه كاميرا، وهذه امبورت. حلو، فاجي انا اضغط على الكاميرا مثلا. شوفوا دحين هذه غرفة الجلوس عندك، شوف الاوبشنز، شوف الاوبشنز، يعني شيء، شوف 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 كم عددها رهيبة. فلو انا بغيت اخذ الصورة بهذا الشكل مثلا، خلينا نختار هذه، حلوة هذه، او ايش رأيكم؟ ما نبغى نضيع وقتكم، نختار واحدة بسرعة. لا، خلينا نبتدي بالاولى، بروح اخذ تيك فوتو، اخذ الصورة. طيب خليني اسوي له فريم كده، ايش رأيكم اسوي له فريم ملون حركات؟ وبعدين ابغى اودي هذه لزميلي، بروح بكتب شير، بضغط على شير، مش حكتب شير، بضغط على شير، فبيعمل سيفينج. وبختار بقى، ممكن طلع على الفيسبوك، تويتر، اس نو، تشات اون، دروب بوكس، بيكاسا، الى اخره. خليني انا اقول ابغى اوديها بالايميل، فحيفتحها كاتاتشمنت. فلو انا ابغى بالكيبورد مثلا، ابغى اوديها لزميلي مثلا، نقول مستر حاتم، حاتم الساعي @samsung.com. ايوه، شفت الاير فيو ما احلى. بوم، خلاص حط له بالسبجكت اوريدي، حتقول لوك ات ذا بيكتشر كرييتد، سند، دن. بيرجع بيودينا على الابلكيشن، وفيني انا اتفنن فيه. انا لو انا ابغى مثلا هذه الجزئيه اسوي لها كده تلوين، بس يعني حقيقه لو واحد ما هو فنان زيي حيصير فنان غصب عنه بعد ما يستخدم النوت 2. شكرا على حسن استماعكم.